حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران من محاولة حيازة أسلحة نووية مهما كان مصير الاتفاق النووي. قال وفي لقاء تلفزيوني إن إيران ستواجه غضب العالم إذا حاولت حيازة السلاح النووي، وعبر عن أمله ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة ضد طهران. أضاف بومبيو إذا حاولت إيران إنشاء زوج إضافي من أجهزة الطرد المركزي هو أمر مختلف تماما عن البدء في الانتقال إلى برنامج أسلحة، مؤكدا بأن العالم لن يقبل بذلك وهو لا يخدم المصالح الإيرانية.